السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة تتم QCM قوانين الإحصائية. السؤال الأول، المقصود بالهجونة الأحادية دراسة صفة، دراسة صفتين. السؤال الثاني، المقصود بالهجونة الثنائية دراسة صفة أو دراسة صفتين. السؤال رقم ثلاثة، الأبوان سلالة نقية، بالتالي فهم مختلف الاقتران أو متشابه الاقتران. في الجيل الأول نحصل على مظاهر خارجية مختلفة، إذا الأبوين من سلالة نقية، إذا الأبوين سلالة غير نقية. في حالة هجونة أحادية، سيادة تامة، تزاوج بين سلالتين نقيتين مختلفتين من حيث المظاهر الخارجية، يعطي جيلا غير متجانس، يعطي جيل متجانس. في حالة تساوي السيادة نحصل على مظاهر أبوية ومظهر جديد تركيب وسيط بين صفتي الأبوين. في الجيل الثاني تكون النسب على الشكل التالي، 25% 25% 50%. في حالة مورثة مميتة نحصل في الجيل الثاني على الترددات التالية، 25% 75 25 25 50% 33 66%. إذا صحيح، المقصود بالهجنة الأحادية دراسة انتقال صفة. إذا اختيار أول هو الصحيح، المقصود بالهجنة الثنائية دراسة انتقال صفتين أو تزاوجات يختلف فيهما الأفراد بالصفتين. إذا الاختيار الثاني هو الصحيح، الأبوين من سلالة نقية، إذا فهما متشابه الاقتران. شنو هي السلالة النقية؟ نقي نقي بمعنى ما مخلطش، كي تنقولوا بالدارجه ديالنا نقي نظيف، اذا ما مخلط ما كاينينش جوج الحالات مختلفين، عنده نفس الحالات. تنقولوا متشابه الاقتران، كل صبغي والقارين بمعنى الممثيل ديالو اللي تيشبه ليه عنده نفس الحالين اللي تيشبه ليه من ناحيه القد. هادشي علاش تنقولوا متشابه الاقتران. جرينو تنقولوا جرينو بمعنى مثيل له، اذا الصبغي والصبغي المتشابه ليه عندهم نفس الحالات. إذا كانوا الأبوين سلالة نقية، تدير جرون أ على جرون أ، ولا جرون بي على بتيت بي، ولا عفوا جرون بي على بتيت على جرون بي، أو بتيت بي على بتيت بي، تيخص يكونوا متشابهين الحروف اللي درتي. في الجيل الأول نحصل على مظاهر خارجية مختلفة، إذا الأبوين من سلالة غير نقية، لأنهم لا كانوا من سلالة نقية، خاصنا نحصلوا على جيل أول متجانس، إلا في حالة مورثتين محمولتين على الصبغات الجنسية، او مورثه محموله على الصبغات الجنسيه، هي فين ما تيطبقش القانون الاول اللي مبدا. في هذه الحاله الجواب ديالك صحيح، اذا الابوين من سلاله غير نقيه، الا كان عندنا الاف واحد غير متجانس. في حالة هجونة أحادية سيادة تامة، تزاوج سلالتين نقيتين مختلفتين من حيث المظاهر الخارجية، يعطي جيلا غير متجانس، يعطي جيل متجانس، يعطي جيل متجانس. عندنا السيادة التامة والأبوين من سلالة نقية، ودائما نتحدث عن حالات غير مرتبطة بالصبغيات الجنسية. تعال عندنا مثلا لو العيون أحمر، عندنا غون إيغ على غون إيغ تزاوج مع لو العيون الابيض بتيت بي على بتيت بي، غادي يعطيونا اف واحد كلها هي كغون اغ على بتيت بي، بالتالي غادي يكون اللون الاحمر هو السائد. هي هذه اللي عندنا هنا، اذا كانوا الاباء من سلاله نقيه وكانت السياده التامه، غادي يكون عندك الجيل الاول متجانس. في حاله تساوي السياده نحصل على مظاهر ابويه ومظهر جديد تركيب وسيط بين الصفتين الابوين، صحيح، كما أن الترددات تكون 25 25 50%. إذا هنا عندنا جوج الاحتمالات اللي هما صحاح. بالنسبة للسؤال الأخير سبعة، في حالة مورثة مميتة نحصل في الجيل الثاني على الترددات التالية، إذا اللي صحيح هو 33% 66، وهذا هو التردد باش ممكن تعرفوا على مورثة مميتة. كاين واحد التردد آخر تكون هذاك المظهر الخارجي متنحي 30% والمظهر الخارجي السائد 70%.